السيد رئيس الجمهورية طوال سنتين من قبوعه في قرطاج على الأقل قبل 25 جويلية لم يقدم ولو قانون لصالح المعطلين ولصالح لصالح أي شيء، لم يقدم أي مشروع على الإطلاق نهائيا. رئاسة الجمهورية دائما يقولوا هانا محضرين يعني رزمة من القوانين، هانا تو نقدمه. أول الغيث قطرة أنه لا يطبق قانون 38. هنشوف بعض المقاطع التي استقبل فيها رئيس الجمهورية سابقا مجموعة معطلين جاءوا مشي عقدام من قفصبة قبل سنتين كاملتين. نشوف عندما كان يحضن السيد رئيس الجمهورية المعطلين بالأحضان ودموعهم تتقاطر على خدودهم. نشوف هل استجاب رئيس الجمهورية أو هل أوفى بوعوده. نشوف مقاطع ثم نعود. البارح وقت شفتكم وصلتوا لنا بالفعل كانت لحظات مؤثرة، وهذه هي الأمانة اللي نحملها. يعني القضايا الاقتصادية والاجتماعية بتاع التونسيين، هذه هي القضية المطروحة، ومن حق التونسي ومن حق كل تونسية وأنه يعيش محفوظ وتعيش محفوظة الكرامة. يندرى هذا حق مشروع ولا حق مش مشروع؟ يحب يشري شلاك الأم، ما قارش مطلب آخر، يحب يشري لبك وغلة، يحب يكون عنده عائلة، يحب يكون يحفظ كرامته، يحفظ كرامة عائلته، وهذا على الناس جميعا أن يعوا ذلك. نعم أستاذ بقاسم، كنت تشاهد رئيس الجمهورية عندما كان يحضن المعطلين بالأحضان وأبحنون ويؤكد لهم أن الشغل حق مشروع، حق الشباب العاطدين من فاقت بطالتهم 10 سنوات في أنه يجيب شلاكة لأمه، يجيب باكو غلة لأمه. اليوم رئيس الجمهورية عندما يصرح ويقرر عدم إمكانية أو عدم تطبيق هذا القانون، صراحة ألا يشي ذلك بأن الرئيس ربما انخرط آليا في توصيات صندوق النقد الدولي أم ماذا؟ سيدي انت سمعت الأخ حسام سعيدية قبل قليل لما قال لكم شو للناس اللي منيه، اللي قالوا مقروا امشوا المجلس النواب الشعب يعمل لكم قانون. رئيس الجمهورية ينسى التزاماته ووعوده وتعهداته. تحدث عن الأمانة قبل قليل، عن حفظ الأمانة. نعم، فهل حافظ رئيس الجمهورية الأمانة؟ هل حافظ الأمانة التي تحدث عنها؟ رئيس الجمهورية يقول من حقه الواحد يعيش، من حقه يعيش في حياة كريمة ويشري شلاك كلم ويبني عائلة. تعمل القانون اللي أوصاهم في المنهلة باش يمشوا الباردو يدافعوا عنه، وهو كان حملة الانتخابية الشعب يريد. سيدي العزيز، لما كان مجلس نواب الشعب غارق في السياسة وفي التجاذبات السياسية وفي الصراعات السياسية، وكان مهتم ببعض الجوانب بتاع الانتقال الديمقراطي اللي كانوا يرذلوا في المجلس أنذاك، كانوا يتهموا فيه اللي هو غارق في السياسة وناسي المجتمع، ناسي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وغارق في التجاذبات السياسية الحزبية الضيقة. لما عملنا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لما عملنا عملية الحظائر، لما عملنا القانون 38، قال لك هذه شعبويات. في عديد من وسائل الإعلام وفي البيانات هذه شعبويات، يعني جات لك. بالنسبة لهم مجلس نواب الشعب هدايا منبوذ ومرفوض، ورسائل الترذيل اللي تعملت ضده مدفوعة الأجر وبالوكالة. ليس صحيحا أن الضحايا اليوم تاع مجلس نواب الشعب هم الذين رذلوا مجلس نواب الشعب. الذين رذلوا مجلس نواب الشعب هم المعادين للتجربة الديمقراطية وللدستور وللبرلماني أصلا وللنظام السياسي وللثورة. رئيس الجمهورية ينتقل إلى تلك الخانة، يتحول من اللي دافع على الشعب يريد إلى يقول لهم لا، اللي أردتموه لن يطبق. هذا هو باختصار شديد. يا سيدي احنا تاجرنا، احنا وظفنا وسيسنا، واحنا جينا نعملوا في قانون 38 لعبة، خذوا انت اعملوا حق.
قول لهم والله يا هم النواب عملوه لعبة باش يضحكوا عليكم، لكن أنا أخذه كقضية لأنه صار قانون وسأطبقه. مش تقول لهم اللي عملوه يحبوا يلعبوا عليكم ويحبوا تهدئة وبتاع حكم، وأنا بالتالي لن أنفذه. يعني صراحة منطق، يعني رئيس الجمهورية يحب يصدق به روحه فقط. هك علاش المعطلين خرجوا يحتجوا؟ لأن منطق غير مقبول، لأن ما تجيش تتهم مجلس عمل قانون بأنه يضحك على الناس وأنت تمنع ذلك القانون وتقول لهم أنا ندافع عنكم. هذا لا يستقيم سيدي الكريم. هذا هو، هذه هي الشعبوية وهذا هي السياسوية التي تريد أن تستغل السياسة لحساباتها. وفي نهاية المطاف مش أنا ومش النواب الذين يقولوا اليوم الرئيس عنده دستور آخر وعنده نظام سياسي آخر، وأقسم بالقرآن الكريم أن يلتزم بالدستور، فقال الدستور هذا لا، وهو الذي شكره قبل سنوات قال الدستور هذا لا ونمشي الدستور 59، ويريد نظاما رئاسيا ويريد صلاحيات لم ينتخب على أساسها اليوم جمعها. هذه القضية الجوهرية. أنا يعني أبناء شركة البسنة أكتوبر ونوفمبر ما نجموش نحاسبوا عليهم، حتى الحكومة الحالية حاسبوا عليهم رئيس الجمهورية لأنه جمع السلطة التشريعية والتنفيذية بين يديه. نعم. يتدخل حتى في القضائية. إذن هو الذي كان يجب أن يأمر وزيرة المالية بسداد رواتب وأجور ومنح هؤلاء الذين يعيشون اليوم يعني في 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 تجويع كامل، لأن متاع شركة البسنة راهو مش يدخر من الراتب متاعه ومتاع جويليا باش يخلي منها شوية القوت، راهو يتسلف عليه، راهو يتسلف عليه سيدي الكريم، وعنده ديون سابقة قديمة متراكمة، وعنده التزامات عائلية. راهو الواحد في قبلية، احنا مش في جبلات أخرى، في قبلية راهو الأب والأم والجد والجدة جزء من العائلة، وأحيانا ابن الأخ وابن الأخت، وأحيانا عائلة ممتدة. هذول كلهم ساعات يصرف عليهم واحد فقط. نعم واحد فقط.